يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفا ليلا على القاهرة وباقي الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض محافظات ومدن الجمهورية وأيضا عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية.